السلام عليكم، العيد الكبير قرب. ماجيك بلو جاب لكم الجديد، اسبيراتور غني على التعريف اللي جات بكمية قليلة جدا. روب الخطير عجيب، ماجيك بلو يتحلك الكفشة، يتحلك العصير جميع انواع الاصالة، يتحلك العطرية، فيه بزاف ديال الاستعمالات. كذلك العصور هذه داوية على راسها، هذه العصور ديال ماجيك بلو غنية على التعريف، العالم العربي كلشي كيعرفها. الطحانة الذكية هذه بالنسبة للناس لي سبورتيف، سالة ليمونة تفاحة بنانة في شواني معدودة. ماندولين خطير بالنسبة للفريش، لي رونديل، لي شو، بزاف ديال الاستعمالات. كذلك الطحانة ديال العطرية يمكن لينا نطحنو فيها جميع أنواع العطرية، كتوفر بجميع المقاييس المقاسات. رابعة كبيرة، نص كيلو توفر الان عند ماجيك بلو. اي فراير، هادي ندير لها هادي بوحد، هادي تالخر، وغادي هادي تالخر عاد غادي نقول لكم شكون هي. معانا هاد المقلة، فيها شواية، فيها فريشوز، كتبخر، تصاوبي بها الطاجين، تصاوبي فيها الحوش، كدير بزاف ديال الاستعمالات. فيها جوج ديال الجواية، كتجينا بالجلدة ديالها مضوبلة، كتجينا بالفريشوز، كتجينا بزاف ديال ليزاكسيسوارات. معنا كذلك هاد القرية ديال الضو، العيد الكبير على الأبواب، شوي فيها، طيبي فيها، طلقي، مرقي. بالنسبة للمسمن، البغرير، الكريب، جميع أنواع كفشة، اللحم، الدجاج، كلشي، زيد دابا زيد. هادي أخويا، هادي الغنية على التعريف، هادي عند ماجيك بلو، جبنا منها كميات بزاف وتسالاو. اليوم جات بكمية اللي قليلة. اي فراير داوي على راسها، شوف الطريقة ديالها والاستعمال ديالها. ما عليك الا تدخل مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب، تشوف طريقة الشرح كاملة. وبزاف ديال الناس كيسولوا على المحل ديال ماجيك بلو، المحل كاين في بورغون، باش تعرفوا المحل بالضبط فين جا يلا معايا. بالنسبة لوكاليزاسيون ديالنا ها هي، وحنا دابا كنتواجدو في بورغون. بالنسبة للناس اللي جايين من الحي المحمدي وبالنصر العوينة الحارة، شارع محمد المكناسي، أجونس إنوي، المحل. بالنسبة كذلك للناس اللي جايين من الولفة، حي حسن، سيدي مع رحمة، نجيو على طريق الهجاجمة، إنوي، المحل أكوطي دو إنوي. ومرحبا بالجميع عند ماجيك بلو. السلام عليكم.